هذا ذاك الانسان العلوان ديال هذا السيد كان فقير ورقاح تيضر مع ذاك الدوار حتى هي قال لمراستيتي هاد الميمون ما عطاناش حتى هاد البلاد بغيت تبقى ليا غادي نخرجوا لواحد البلاد اخرى نتصرف على رزقنا كما تقعد لينا الميمون تمو غاديين في ديك الطريق تاع السلامه يا الله يا الله يا الله ما يلقى الا واحد الكنينيش جديد هكا رفضو غادي تيقلف فيه بحال هكايا ها العيالات خرجوا تيجيبوا العروض يجيبوا البهايم لقاو داك الفقيه هو ما فقيه قال مرا واش هاد الراجل فقيه قالت له فقيه يا سيدي تيضرب هذا كيف السما ايوا قالوا لي سير هذاك الدكتور تاع عيد فلان راه تيعطيو الديار خاويين تيعطيوهم لله الصباح رحنا كاع غادي تمشيو نسببو عندهم الصباح الشاب عطاو هديك الدبيرة الصباح العيالات جاو انتي تتسببي الاخرى تتسبب القبلة تتسبب وما يقولوا لمرتو شتي قالوا لي صحنا تخشى تتعد السلطان رحنا كاع تمشيو نشقاو تنجيبو الماكلة ونجيبو حويجات ونجيبو تخشى تتي راجل كتيسبب وتيا وتيا تتي تخشى ما فتايا تتشقى عندهم بحال اليوم بحال الغد داك النهار هو ينوض واحد العجل هو ياكل واحد القطيب ديال الخيزران هكا تشوفو المرا مرا الفقيه الصباح قال لي الوزير الوزير السلطان قال لي ها قال لي هاد الفقيه اللي قالو تا يشوف تا حنايا غادي تمشي يهز ليك الخط على هاد القطيب شكون اللي داه جا قالت لي المرا هاكا الفقيه تا مقلق قال لي هادي قال الخر انت شيت بغيت نترزق تا انا غادي نولي رزق عاشني قال لي راه قال لي تهزي لك الخط على شي حاجه قالت لي تبقى بركا داكشي غادي نقولو لك شتي قالت لي هو راه واحد هدا العجل صد هو اللي كان داك القطيب ديال الخيزران ودروك غادي يقول لك هز الخط قول لي شي بس ما كاين السي هاد الحاجه كانها واحد العجل صرب ودروك فتحيه وغادي الى ما سطيش فيه غادي تقطع راسك الصباح ربنا فتح اللي صلى الله على النبي تيرباح مشى عيط عليه هز داك الكلمه بحال هكا بحال هكا قال لي شي بس ما كاين السلطان هاد الشي كاع ما تحركي حتى شي واحد هذا قتيل تاع الخزران وقالوا لك واحد العجل والعجل راه سرق ودرك ذبحيه وغادي تصيبيه في وسطه مشى ذبحوه صاروخ قال لي ها صحاح الله العظيم هاد الفقيه ادو الكلمه كلمه تبغي مشى قال لي جا المصير وينو الطالي وينو الوزير هو يخول لي رفد واحد اللويز ديال السلطان فين تاني هذيك البند ديال تاع طمرت الفقي شافتو جا تاني صابر تو تاني عندو سيديرا كتر من مشطاق مالك قالي هانا وهانا قالت لي شتي هذيك راه الويز ديالك راه هزها ليه الوزير ودرك الصباح ملي تمشي راك عرفتي ما ديري الصباح ان شاء قال لي هزت الخط على شي حاجه مشات ليا قال لي ماشي بس ما كاينه السلطان هاد الحاجه حمراء ولكن دار فيه ملي قال حمراء دار فيه الوزير حكى قال لي انا مزوج قال لي ما تخافيش هادي قال لي حاجه حمراء صفراء ودرك عينه باش قال لي اللي هزتوها هكا غادي غادي تصبيها في الشرجم درك نخططو عليها تصاب في الشرجم حطها الوزير في الشرجم قال السلطان صادق الله العظيم تاني هاك يا هادي قعد لي جاب الله تاني هو يقول لي اجي تاني تهز علينا الخط هو يمشي هو ياك دبالي عيب بهادي قال لي اش غادي نقول لك السلطان الاولى عسل والثانية سمن والثالثة راه قطران قال لي صدق الله العظيم دير لي خديمة هنا تاع العسل وخديمة هنا تاع السمن الخديمة الثالثة تاعت القطران وباعي قالها على راسو بدا صدقت لي المرا قالت لي صافي ما بقى ما ناكل هناك الخبز انا راح لراس السلطان ولا تيدير لي كاع شي مشاكل على القلب قالت لي لا لا فبقيت تحرمي لينا الخبز قالوا لي جاب الله داك النهار جاية واحد الشرادة طايرة من السما طاح طاح السلطان هنا
هيبقى تسيبه ما تسيبه زال بطل هو يطيح عليها هو يدي لي حق قالوا عيطوا الفقيه يشوف اشنو هنايا هو دوا اليوم غير لان دار قال لي الله لك سلطان كون ما شرب ما يحصل برطان قال لي صدق الله العظيم هايدك مش هتخرج في العباد لغايه القدر هايدك.